يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من المعلوم أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، فما ضابط كون المسجد فيه قبر؟ وهل قرب القبر من المسجد مؤثر على ذلك؟ الضابط على كون المسجد على القبر أن يكون متصلا به، ليس بينه وبينه طريق أو فضاء. أما إذا كان جدار القبر بجدار المسجد هذا متصل به، سواء كان من الخلف أو من الأمام أو عن اليمين أو عن الشمال، هذا قبر متصل بالمسجد، فهذا مسجد على قبر. نعم. أما إذا كان منفصل خارج عن المسجد، إما بشارع وإما بفضاء وإما بأي حائل يفصل بين المسجد وبين القبر فصلا واسعا، أو فصل الجدار فقط، لا، فصل فضاء، طريق، شارع، بيوت، ما أشبه ذلك. نعم.